الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع. التقينا إذن. الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا، والذين بنوا بينها جسورا لتتصافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها لا يفهمون شيئا في قانون الطبيعة. الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والهزات الأرضية الكبرى. بحر ضيف فلان ويسلامي وأرث مورثي وعزيزا ذنا يغلن الجذوذي في ذرار مازيغا ويسلامي تفض السوحاش انت ثثرين تفض ضاني المزيان طيب اليوم في الكورت انا تاسيني كون بايسي دو توشي ان تي بو لامبروفيزاسيون تاعكم ما نخدموا على الارتجال تاعكم باسكو نتوما مهيلين يعني عندكم ان بون بوتونسييل مي كو فو ن سافي با جيري اجوردي سكون فا فير هنايا راح تطلعوا بار دو سور سيل هكذا وازار راح نعطي لكم فوالا تري بيان اون سيتوياسيون ما نقولكمش واش تقولوا فيها ما نقولكمش كومون فو زالي رياجير فيها فو زالي جوست فيفر ان مومون سور سيل كوم دي كوميديان دو تياتر مفهومه الجمله خبز والماء معك يكفيني حبك انت هو لا ريشيس لي بغا قلين لي بغا زويلي بصححني ماشي بيه يا معشق فيك اويلي ويلي وهضرة الناس كما نسمعهاش يعذبوني ولا يقتلوني الدنيا بلا بيك ما نحتاجها خبز والماء معك يكفيني حبك انت هو لا ريشيس لي بغا قلين لي بغا زويلي بصححني ماشي بيا انا عاشق فيك اويلي ويلي وهضرة الناس كما نسمعهاش تعذبوني ولا يقتلوني الدنيا بلا بيك ما نحتاجهاش انا كي نعطيك الحاله اللي راح يلزم تمثلها يلزم انت تخترق في هذاك لو مومون تو دو امبروفيزي ليطا بسيكولوجيك اللي تكون فيه الحاله النفسيه اللي تكون فيه الكلام اللي راح تقولو علاه راك راح تقولو لي من راك راح تقولو واش راك حاب توصل باش حنا نفهمك ميست انت وجربت تعرفني غايه شحال فوتنا انا وياك شحال شحال زي معايا فوقت وعلى بالهم باللي راني معاك راني عارف ما مراني ما شك فيك ما خاف عليك عشقنا صوليد كارونتي ابي ماشي هذو اللي دوروني عليك خبز والماء معك يكفيني حبك انت هو ناري شيس لي بغا قلي لي بغا زويلي بصححني ماشي بيا راني عارف ما وراني ما شك فيك ما خاف عليك عشقنا صوليد كارونتي ابي وماشي هذو اللي دوروني عليك Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par moment, tu es bloqué. Et c'est ça l'importance de l'improvisation. Parce que tu peux être en train de te faire une chose. Tu peux te faire une chose. Si tu ne sais pas, tu vas te faire une chose.
يا واش يقول الفغ المسعودة الزواني وبهذا نموت ومن حبيش تلعب السقسي وسألة غرب وصحراء وزيدة تلعب بليس انت طبيب نفساني فوالا طري بيان اشكو فهمنا اللقطة هذه هو طبيب نفساني وجاتك رحاب رحاب في حالة نفسية ما شوية مكتئبة شوية تائهة شوية مع مع اللي هاي موميني بزاف صوالح صراولها صراولها بزاف صوالح بلا ما نسأل راك ما قلت في عقله كي نشوفك نهبل نهز على راسي نمل اكدا يعرفوني ياه زيان الامر تاعك مهم جدا ونقول لك بما انك حسب الظروف التي تواجهنا راكي نوميني انا غادي نطرح عليك اسئله وانت جاوبيني باش نشوفك لا راكي انسانه عاقله ولا انسانه ماشي عاقله يا انا يا الله قلبي من الهموم تعبى مربي على الغربه وعلى كل ما راني نشعل زواني وبعين نموت ومن حبيش تلعب سقسي وسألة غرب وسحرة وزيدة تلعب بلا ما نسأل راك ما قلت في عقله حكي حكي فرغي فرغي هضري معايا انا ديريني كيما يعني كيما اخوك ولا كيما شخص قريب جدا هضري معايا وحكي لي كاع شي عندك والله انا ما نديرش مشاكل بصح الليل 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 ودقت الساعات فعز الليل والأسواق والتسريد لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد السلام عليكم بسمان أنا راني نوميني ويلا شفتوا صوت رحاب يستاهل انه يرجع للمسابقه ما عليكم الا تصوتوا عليها على رقم 3 حتى انت يا طوال وجني حيك عرفتي الغلطه من الصواب انت يا طوال وجني حيك عرفتي الغلطه من الصواب قولي لي ارحم والديك شكون كان دايرك في الحساب يا قولي لي ارحم والديك شكون كان دايرك في الحساب السلام عليكم احبابي خاوتي البيبليك تاعي كاع اللي نبغيه ويعلم ربي بلي انا تاني نبغيكم دوماج راني خرجت نوميني خاطر الزوجة مي انا تاكل على ربي وعليكم باش تفوتوا عليا على رقم 4 وما تنساوش 4 ثم 4 ثم 4 اي فحر ديا فلا اوي سلامي
غير ثمور في وعزيزان ذينا يغلن الجذوذي سيذور عريم عزيغان سوضي سلامي أتفضص وحشن تثذرين تفضضان يا المزيان إي غاضن تسي المزيين لن تتغن يمغران يترول تسيق جقمان لو خداغن خلص الغرفة سثروا أزول فلوان دونك ما كنت ولم تجابون هني تفض نوميني ذي السنكيام ميفال ما ثولم يستهل غدو غلغة لكمبيتيشن فوتت فلير نمرو دو كده يا قلبي حتى مني كل حاجة حلوة فيا كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي يعني ايه يعني خلاص انا مش هشوفك تاني مش هلمسك مش هحكي ليك عن حاجة تعباني كنت روحي لما كان جوايا روح السلام عليكم أزول فلاون جات الوعرة عماد راني نوميني جمع درس لقاع الناس اللي يبغوني الناس الغرب الناس بالعباس وقاع الزالجيريان نبغيكم بزاف بزاف وصوتوا لي على الرقم واحد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع. متتبعي ومحبي برنامج ألحان وشباب للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة ما عليكم إلا بالتصويت وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأسماس على الرقم 66025 المترشح رقم 1 إدريس المترشح رقم 2 نسيمة المترشح رقم 3 رحاب والمترشح رقم 4 بدرو الحان وشباب الطريق إلى النجاح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع. واش بين لارتيست اليوم ولا في شي اندوماجي هو حصل مع لي زالبوم انت جاي تيليشارجي كيفاش حبيت يكونوا لي دروا دوتور وانت بالموتور دروشرش حتى حاجه ما طراتي تزيد تبيراتي تما تزيد تعطيه تبريزيل وقالا كارير كيفاش حبيتو يافونسي هو يولي لاريير صعيبه كي تجي الاخر تسرق خدمه تاع واحد اخر تقبل بها وتقول تاعي وجاي بها اليوم تفتخر يا ابو سعادة راه قلبي شايش ليك ياخدالك حواس ويزول هباله من الغربة مصباح البكر ليك يا قصار مهميد بعد يا طوال وياي بعمل اللي عليه ملعون ابوك فقر حوجني للاندال سليت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون ابوك يا عوزة سليت السؤال
الورش ما بين امشي ما بالك باب اللي عليه ملعون ابوك يا ابا احودني للاندال دلت عزيز النفس عشان عادين المال ملعون ابوك يا عوزة زلت السؤال للدال إن فوا الفكرة هذه في راسك تبدأ تلعبها خليها تطلع في راسك خليها تخليك تتخيل يا سيد يا زوانية أمرك للعالية يا زوانية أمرك للعالية لو لعبت الزهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له بسؤال كسر بخطر ساعتها وذوقني طعم الحال اعمل معاك الصح انا واسنده لو مال وقف جنبه في المحل واكون اكون طويل البال Un altro sole quando viene sera sta colorando l'anima mia potrebbe essere di chi sapera ma nel mio cuore è solo mia e mi fa piangere sospirare così celeste she's my baby e mi fa ridere bestemmiare e brucia il fuoco She's my baby وقلبي يبغاك تيا ما غير تي قلبي يحبك تيا ما كاين حد وراك قلبي يبغاك تيا ما غير تي قلبي يحبك تيا ما كاين حد وراك وهدي الدنيا اللي نبغي ما يبغيني هذه هي الدنيا اللي نبغي ما يبغيني وهذه هي الدنيا اللي نبغي ما يبغيني هذه هي الدنيا اللي نبغي ما يبغيني ليل فا كومي This is it. I don't know sulla mia pelle neve come neve. الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع.
متتبعي ومحبي برنامج ألحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة، ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأسماس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 إدريس. المترشح رقم 2 نسيمة. المترشح رقم 3 رحاب. والمترشح رقم 4 بدرو. ألحان وشباب، الطريق إلى النجاح. الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع. بالك راهي تمشي فيك من ودني.